الحقيقة أنه أغلبنا معارف بنك التنمية والائتمان الزراعي، البنك اللي أنشأه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في الستينيات، أعتقد في أوائل الستينيات. الهدف منه كان دعم ومساعدة الفلاح، ومحدش يقدر يختلف أنه على مدار السنوات دي كلها البنك ده قدم بجد خدمات كتيرة للفلاحين. بس في نفس الوقت زي ما كنت بقول في الأول أنه في ناس ليها رأي تاني، في ناس شايفة أنه البنك ده كان السبب في حبس فلاحين وتشردهم، وان البنك بعد فتره كده معينه بدا يبعد عن الهدف الاساسي اللي انشئ من اجله. عايزين نفهم ايه حقيقه الكلام ده، وعايزين نعرف ايه الخدمات التمويليه اللي البنك بيقدمها دلوقتي. طيب الديون، ديون الفلاحين للبنك مصيرها ايه؟ الديون دي بقى لنا كتير جدا بنسمع ان هي اما هيعاد جدولتها مره تانية، او ان هي هتتاجل او هتتشال يتم اسقاطها او غيره، بس ده بنعتقد انه ما حصلش لغايه دلوقتي. طب ايه مصير القصه دي؟ في الحقيقه اسئله تانية كتير جدا هنحب نتكلم عليها في هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الاستاذ المحاسب عطيه سالم، رئيس مجلس اداره بنك التنميه والائتمان الزراعي. اهلا بحضرتك. أهلاً يا باشمهندس. اهلا وسهلا يا استاذ. انا عملت زي المصريين كلهم، الشعب كله لازم يكون باشمهندس، حتى الدكتور بيتقال له يا باشمهندس. كلنا مصريين. كلنا باشمهندسين. كلنا مصريين. يا اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بيك. بنك التنميه والائتمان الزراعي الهدف اصلا من انشائه كان ايه؟ بص هقول لحضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هو البنك انشئ سنه 1930 31. الحقيقه البنك مش في اوائل الستينات يعني؟ لا، هو حصل له كذا مرحله من الايه، من اللي كان بنك التسليف زمان، ثم بعد كده انضم الى ان وصل في شكله النهائي الى ان هو بنك التنميه والائتمان الزراعي. وبنك التنميه والائتمان الزراعي ده ثلاث بنوك، بنك الوجه البحري وبنك الوجه الإبلي، ودول شركات مساهمة بالقانون 159، ثم البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وده وفقا لقانون 117 كهيئة اقتصادية. الحقيقة في النهاية هو بنك متخصص في التنمية الزراعية للمزارعين وخدمة المزارعين، بس ليس معنى كده ان هو ما بيقدمش خدمات اخرى غير ان هو بيختم انه يدي قروض للزراعة. لا، اي شيء بنك بيتلقى ودايع وبيستثمر هذه الاموال، يعني جميع الخدمات المصرفية، في جميع الخدمات المصرفية. لكن المهم عندي انا كبنك تنمية وائتمان زراعي ان انا اعمل ايه؟ ان انا ابقى مسؤول عن التنمية الزراعية في مصر اللي هي اساس الاقتصاد المصري، ان الزراعة والمزارعين. النهاردة أنا بقدم الخدمات المصرفية كلها لمين؟ ما هو بقدمها لشريحة كبيرة قوي اللي هي شريحة الإيه؟ المزارعين وأسرهم وأولادهم وعائلاتهم، كل ده بقدم له. يعني هو لو واحد من المزارعين عاوز يجيب عربية لابنه علشان يستخدمها في مشروع، أو عاوز إن هو يشتري شهادات ادخار، أو عاوز كل دي، البنك ده موجود علشان القصة إنه يخدم التنمية الزراعية. يمكن إحنا بنركز على حاجة مهمة قوي وبنحاول إن إحنا نقدمها لإخواننا المزارعين، إن إحنا عاوزينه يشتغل في الزراعة بس، عاوزينه يركز يزرع. تمويل نوفر له التمويل. وزارة الزراعة مشكورة وبتقوم بجهد كبير جدا في إيه؟ في إنها بتوفر التقاوي، بتوفر الإرشاد الزراعي، بتوفر المبيدات، بتوفر كل ما هو متعلق بالزراعة. المزارع مسؤول إن هو يزرع علشان الزراعة دي هي الأساس. يمكن الحاجة الوحيدة اللي محتاجها المزارع، والحقيقة برضو عاوزين نقولها بصراحة، إن وزارة الزراعة ومعالي وزير الزراعة مهتم بهذا الشق الكبير مع الاتحاد التعاوني، وهو كيفية تسويق المحصول الزراعي. يعني كيفية إن المزارع بيزرع المحصول بتاعه بعد كده محتاج إن هو يتسوق عشان ياخد الإيه؟ الفلوس بتاعته. وأعتقد إن ده الشغل الشاغل دلوقتي، واحنا طرف فيه برضو، ان احنا بنحاول نعمل كيان ان شاء الله علشان يتم عملية تسويق الحاصلات الزراعية من المزارع، وبالتالي المزارع يقدر ياخد الايه الفلوس بتاعته وما يتحبس. بس عاوز اقول المعلومة لحضرتك، ما عندناش فلاح محبوس، ما عندناش فلاح لا زمان ولا دلوقتي. لازم بصي حضرتك، أنا مسؤول عن اللي أنا الفترة اللي أنا موجود فيها. أنا الحمد لله جميع المزارعين
اللي كانوا محبوسين الحمد لله سوينا الحالات بتاعتهم ما عندناش الا اذا كان محبوس على قضيه اخرى. لا ده لا 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 سيبنا من القضيه الاخرى، هو سؤال بس حضرتك بتقول ما عندناش ولا مزارع محبوس. مفيش مزارعين محبوسين. طيب. على قضايا تعثر. طيب امال المحاكم اللي بتمتلئ بالقضايا اللي البنك رافعها على الفلاحين ما هو في النهايه لو اخذ، لو البنك اخذ حكم هو يدفع يا الحبس. بص هنقول لحضرتك على حاجه، من 1/1/2014 حتى 31/12/2015 هي كانت ل 31/12/2014 ثم مدت عام اخر وفقا وتوجهات معالي فخامه الرئيس ان احنا ما كانتش في اجراءات قانونيه ضد المزارعين. وبالتالي السنتين دول كانوا ما فيش اجراءات قانونيه علشان يتم ايه؟ علشان المزارعين يتقدموا للبنك علشان يسووا الحالات بتاعتهم. خلي بال حضرتك ان في سنة 2014 كان إجمالي عدد المزارعين اللي متعثرين كانوا 300,000 مزارع. من كام يا فندم؟ احنا عندنا مجموعة كده كام مزارع بيتعامل مع البنك؟ لا كتير كلهم يعني احنا بملايين. تقريبا قد ايه؟ يعني يمكن اكتر من 15 مليون او حاجة زي كده. لكن اللي انا عاوز اقوله الاهم من هذا ان البنك ده لكل المزارعين اللي هم بيزيدوا عن 30-40 مليون وبياخدوا قروض وملتزمين وبيسددوا وكل حاجه. فتره ان حصل نوع من التعثر ده ما بقولش بس المزارع هو السبب فيه، البنك برضه هو السبب فيه. وعشان كده في 2015 لما انا عملت مبادره للسداد النقدي والاعفاء من 90% من الفوائد، كانت النتيجه ايه؟ كانت النتيجة ان احنا النهاردة مسويين اكتر من 15,000 عميل من اخواننا المزارعين، وفي نفس الوقت سددوا قد ايه؟ سددوا ما يقترب من 500 مليون جنيه. عارفة ان تسددي 500 مليون جنيه ويخش البنك 500 مليون جنيه ضخ للبنك عشان يعيد استخدامهم مرة اخرى، وفي المقابل برضو انت بتحرري مخصصات ب 500 مليون، ده شيء يحسب لاخواني المزارعين اللي هم تقدموا ويحسب لزمايلي في البنك. ليه؟ لان انت النهارده حليتي 15,000 مشكله كانت لمزارع. في ناس عملت جدولات، العدد اللي هو كان 300,000 في بدايه 2014 باجمالي 4 مليار جنيه، النهاردة بقى 145,000 عميل فقط بإجمالي حوالي 3.5 مليار. وإحنا مستهدفين إن شاء الله على 30/6/2016 إن نسوي برضو في حدود 500 مليون تانيين. عملية التسوية يا فندم بتحصل إزاي؟ برضو عشان نكون فاهمين، عملية التسوية دي بتحصل إزاي؟ بص حضرتك، إحنا هي تعاون بيننا وبين المزارع. إحنا بنروح للمزارعين نتفاهم معاهم، بنعرض عليهم اللي إحنا بنعمله. هل أنتوا عاوزين تسددوا نقداً؟ فلو سددوا أصل الدين نقدا بنقول لهم أنتوا هنقدر نعفيكوا لحد 90% من العوائد المهمشة. لو هو مش قادر يدفع، في عاوز يجدول، بنجدول له من 3-5 سنين وبيدفع مقدمة الجدولة 10%. بس هيزيد عليه لو هو دفع اللي عليه بالتقسيط؟ لا، لو هو قسط والتزم في التقسيط بعمل ايه أنا بقى؟ لما لاقيه ملتزم الفوائد اللي بتتحسب عليها ببص فيها وبقدر اعفيه بجزء منها. وده بيحصل في كل الحالات؟ في كل الحالات. احنا مفيش يعني مفيش ايه، مفيش ده كذا وده كذا، لا هو احنا عندنا. بس بنيجي نبص لحالات اخرى بنلاقي فيها، يعني في عندي حالات من اكتر من 20 سنة، في حالات ناس متوفيه، في حالات الورثه معدمين. ففي هذه الحاله كل التسويات مش مسطره. التسويات دي احنا بنبص لكل حاله. ليه؟ بحيث ان احنا نسهل. لكن طبعا الاجراءات انتهت 31/12/2015، النهارده احنا اهو ان شاء الله بكره اول مارس، هل في تحرك قانوني تجاه اي مزارع تم؟ هل انا حبست حد؟ مفيش. طيب اسمح لنا ناخد بعض الاتصالات يا فندم اللي فيها ربما اسئله لحضرتك. استاذ فتحي من المنوفيه، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. اتفضل. انا عندي سؤال عايز اوجهه للاستاذ عطيه سالم. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. لو سمحت، انا عندي قطعتين ارض.
قطعة مساحتها 5 فدادين في مركز الباجور. أيوة. وعندي مساحة أخرى تبع مركز قرص الليان. وكل مركز من المراكز في بنك تنمية. أنا رحت الست بتاعتي مريضة بمرض فشل كلوي مزمن. ربنا يشفيها يا رب. وتحتاج إلى عملية جراحية فورا. فتوجهت إلى بنك الائتمان بسرس الليان. فطلب مني شهادة حيازة بالأرض. فعملت له شهادة الحيازة. تمام. وقدمتها للأخت الموظفة. ها. فطلبت مني 25 جنيه قالت لازم يكون ليك دفتر شيكات. طب الدفتر ده امتى؟ قالت مش هيجي الا بعد 20 يوم. بعد مرور 20 يوم ايوه قالت لي روح توجه للسيد المدير. هو بس انا عاوز اسال سؤال، هو حضرتك عاوز قرض لايه؟ قرض عشان اعمل عمليه للست بتاعتي وانا عندي ارض زراعيه تضمنني. يعني إيه؟ يعني انت عاوز قرض يعني مش قرض زراعي، مش قرض يعتبره زراعي استثماري. ماشي. لمده شهرين اتنين بس. ماشي ماشي، هو مش فارق معانا هو قرض ايه، بس عايز عشان محتاج عشان طيب. عمليه مراته. ماشي إيه برضو ايه ماشي، ان يبقى في دفتر شيكات. هل ده اعاق ان انت حضرتك تاخد القرض؟ نعم. اسمعني ارجوك اسمعني. ماشي انا مع حضرتك يا فندم. جت الموظفه قالت لازم اعمل عليك استعلام انت والست بتاعتك لان هي هتبقى ضامنه لي. طبعا قالت تدفع 80 جنيه كل فرد 40 جنيه. طب الاستعلام ده مدته قد ايه؟ قالت شهر. فطبعا شهر في شهر يبقى المريض يموت. فقلت له يا استاذ هو لمده شهرين وعبال ما ابيع القمح بتاعي، واخد بالك؟ انا عليا ما يقرب من 10,000 جنيه قرض في البنك الاخر اللي هو تبع الباجور. واخد بال حضرتك؟ فانا قلت له يا استاذ حاول تيسر لي القرض. طب انا ثواني خليك معايا. انا هسال سؤال، حضرتك صرفت القرض دلوقتي ولا لسه؟ لسه. لم اصرف مليون. طيب. واحد. انا هقول لحضرتك، انت مقدم في بنك قريه ايه؟ سرس الليان. خلاص هقول لحضرتك على حاجة، بكرة الصبح إن شاء الله تتوجه لبنك قرية سرس الليان، أنا إن شاء الله النهاردة هكلم مدير الفرع وبكرة تصرف القرض بتاعك إن شاء الله وعلى طول وبدون. طيب. أن لا دفتر شيكات ولا استعلام ولا أي حاجة، وما دام الحيازة بتاعتك موجودة وتروح تصرف القرض بكرة وأنا هكلمهم وهيتم الصرف لحضرتك بكرة إن شاء الله. بص يا أستاذ فتحي، أولا ما تقفلش الخط عشان زمايلي ياخدوا رقمك، ما تقفلش الخط، زمايلي هياخدوا رقمك. ماشي يا فندم. طيب الحاجة التانية، في سؤال بس لو سمحت، ثانية واحدة. اتفضل سريعا بس عشان في سؤال تانية يا أستاذ فتحي. اتفضل. الاخ المدير انا جلست معاه وقلت له يا استاذ انا علي 10,000 في البنك الاخر وانا حيازتي تغطي مليون مره. طيب بص يا استاذ فتحي، هقول لك بس حاجه صغيره. استاذ عطيه هيتولى الموضوع ده بشكل شخصي، هو ان شاء الله هيكلم لك مدير فرع البنك اللي عندك، وباذن الله هيكون في تيسير عليك كمواطن محتاج عندك الضمانات ومحتاج انك تاخد قرض. انا بس اللي هقوله لك ما تقفلش التليفون عشان زمايلي هياخدوا رقمك. والحاجه الثانيه ان احنا هنكلمك على الهواء ان شاء الله عشان نطمئن انك رحت فعلا وانه إن شاء الله. الامور مشيت باذن الله كما يرام ان شاء الله، عشان نكون بنعمل متابعه من عندنا. انا بشكرك يا استاذ فتحي، يا ريت تبني الحاله دي لانه برضو الجزئيه الانسانيه دي يا فندم، هو راجل عنده الضمانات كلها ان شاء الله، وهم سامعيني وهيكونوا خدوا، وانا هاخد بيان وانا ماشي بالتليفون بحيث ان انا اكلم مدير الفرع وبكره يصرف الفلوس على طول ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك حضرتك، وفرت عليا حاجات كتيره ونداءات كنت لسه هعملها وكده. لا 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 لا
انا بشكرك. طيب استاذ محمود من سوهاج، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. حضرتك محمود الكردوسي من صنعاء، بلديه حضرتك. انا مش سامع حاجه، معلش الصوت وحش قوي. محمود الكردوسي من سوهاج. يا اهلا بيك، اتفضل يا فندم. حضرتك يا فندم انا عايز اتكلم يعني عن مشاكل فلاح بصفه عامه. اتفضل. في مشاكل تقليديه معروفه او الحلول معروفه، في الاكثر من كده مشاكل بيواجهها الفلاح، زي مثلا موضوع التغير المناخي والاحتباس الحراري. تمام. دي مشاكل يعني اكثر الناس مضارين واول المضارين منها الفلاح. اكيد. احنا حضرتك في شهر امشير دلوقتي، ده معروف يعني زي ما بيقول عندنا في الصعيد يعني امشير او الزعبير، وال يعني واضح اثر التغير المناخي على المحاصيل الزراعيه. ليه؟ لان القمح دوت محتاج الهواء احسن من المبيدات والمقويات وما الى ذلك. في نقطه ثاني اللي هو في موضوع الري بالغمر دوت، يعني المفروض الحكومه تشوف حلول يعني افضل من موضوع الري بالغمر، زي مشروع الري المسطح ده هيوفر وافيد للنبات والمحاصيل. اللي هو الري الحقلي. تمام. او الري الحقلي. طبعا في برضو بعض يعني في الجمعيه الزراعيه لما نيجي نستلم الاسمده في ايصالات دي لنقابه لصندوق المعاشات والاعانات بنقابه المهن الزراعيه. انا كمواطن انا اي مليم المفروض ادفعه ده يروح للخزانه العامه، انا ماليش علاقه بالنقابه ولا انا يعني دي خاصه بالموظفين بتاعت وزاره الزراعه. انا ليه ادفع رسوم للنقابه؟ طيب انا بص يا استاذ محمود، انا مش عايزه اقطعك لانه انت حضرتك بتقول افكار جميله ومحترمه جدا، بس هي ربما مجالها مش في الحديث مع الاستاذ عطيه سالم، مجالها ربما الحديث مع مسؤول في وزاره الزراعه، وبالتالي انا ان شاء الله باذن الله في صباح دريم قريبا جدا هيكون عندنا فقره متعلقه بس بمشاكل وهموم الفلاح المصري واي افكار عندكم، وساعتها بالتاكيد ان شاء الله هنطرح الافكار اللي حضرتك قلتها. انا بشكرك. معانا من القاهره استاذه مدام توحة، صباح الخير يا فندم. صباح الخير. بقول لحضرتك احنا كنا واخدين ارض من شركه البساتين الدبلوماسيين. صباح النور يا فندم. اتفضلي. كنا واخدين ارض من شركه البساتين وصاحب الشركه اسمه الدكتور طارق قاسم، فخد قرض من البنك واحنا كنا شاريين منه. استاذه توحة معلش وطي التلفزيون. أيوة. لا بصي يا حبيبتي وطي التلفزيون خالص. الله يخليك حضرتك. ايوه اسمعيني من التليفون بس. وبعدين حضرتك كمان رحنا وخدنا حضرتك الكارد، وخد هو الكارد طارق قاسم من البنك ملايين ملايين، وبعد كده حضرتك رهن الارض بتاعتنا اللي هو شاريها مننا. وبعد يعني ايه ملايين؟ يعني ايه ملايين؟ يعني خد حوالي 100 مليون من البنك، وبعد كده احنا كناس فاهمين ورهن الارض بتاعتنا، والبنك دلوقتي بيطلب مننا ان احنا ندفع القرض نسدد القرض عنه، فاحنا حتى بنطلب حاجه نطلب ندفع حتى قرض يعني ندفع حق ثمن القرض من غير فوائد، وهم طالبين مننا 5.7% فوائد. فحضرتك ظلم بين قوي. طب خليكي معايا يا استاذه توحة، خليكي معايا. نفسي قبل. طب اسمعي يا استاذه. طب ممكن اكلم ممكن اقابله يطلب مقابلته قبله والنبي؟ طب اسمعي تشرفيني في اي وقت. وعلى فكره في هذا الموضوع قريه الدبلوماسيين وهم قرضين مش قرض واحد وبضمان حتتين ارض وحصل فيهم بعض الاحكام، صح كلامي ولا مش صح؟ لا تمام حضرتك معايا. بس فاللي انا عاوز اقول لحضرتك الموضوع دوت الحمد لله احنا كنا طلبنا ان انتوا تعملوا مجلس اداره جديد وتعينوا حد مفوض جديد، والراجل جه اتكلم معانا ومجموعه كبيره. حضرتك عاوزه تشرفيني اهلا وسهلا. انا قبلك في اي وقت. حضرتك انت يا فندم اي وقت اي وقت حضرتك تشرفيني. معلش ريحها واديها معايا. حضرتك شرفيني بكره لو وقت حضرتك يسمح، شرفيني بكره وانا في شرف استقبالك. طب اسمعي يا استاذه توحة عشان انت كنت مصممه قوي تاخدي ميعاد. اسمعي لا ده شرف بكره لي.
بكره ان شاء الله بكره الساعه 12 اتشرفيني وانا تحت امر حضرتك. فين يا فندم؟ في البنك عندي في الدور العاشر. تمام. في مكتبي وانا يشرفني ان انا اقابل حضرتك. طيب معلش تاني أستاذة توحة تيجي لحضرتك بكرة الثلاث الساعة 12 في البنك عند حضرتك في الدور العاشر إن شاء الله. تمام. البنك فيه في وسط البلد؟ في قدام نادي الصيد واحد نادي الشارع نادي الصيد. تمام خلاص يا أستاذة توحة أخدتي معاده هو على الهوى يلا وبيطمنينا برضو بعد إذنك. أستاذ زكريا من الشرقية صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التلفزيون والنبي يا أستاذ زكريا عشان نسمع بعض بس. بصبح على حضرتك وبصبح على ضيف الكريم. اهلا وسهلا. عندي استفسار بس. انا طبعا عندي حيازه في الدانين وحاجه تبع مركز ابراهيميه وبعدين انا عندي قال لك لازم تضيف ده ان بنك التنميه الزراعي تبع الابراهيميه مع بنك التنميه الزراعي تبع تل محمد. تمام فهو طبعا طب انا معروف وحياتي تبع الابراهيميه ليه مؤسسه كله من الابراهيميه وشغل كله في الابراهيميه يحولني ليه عشان انا تل محمد؟ هذه حاجة. ثانيا تفصل الشيكات ملوش لازمة. شهادة الحجم شهادة الحجم ملوش لازمة. ليه؟ ده كله أنا بالبطاقة الزراعية بستاهل كل حاجة ولا كل مصاريف من المواطن على البنك وبتعبنا معاه وباخد منه قروض بتوصل ل 14 و17%. طب سؤال حضرتك إيه؟ أنا حضرتك يعني بتكلم ليه بيخلي انا تبع المكان اللي انا فيه اصرف من البنك اللي انا فيه يحولني ليه؟ لا ده حق حضرتك ان انت المكان اللي حيازه الارض موجوده في حيازته انت تتعامل معاه وده حق لحضرتك. الحاجه اللي ان حضرتك ما دام معاك حيازه بتتقدم للبنك وعلى الحيازه بيديك لو زراعي على المحصول اللي حضرتك حسب التركيب المحصولي والقيمه المحدده للمحصول، لو استثماري لاي مشروع اخر برضو بيدي لحضرتك عليه بسعر الايه الاستثماري، ده ما فيهوش اي مشاكل. بالنسبه لموضوع ان يبقى فيه حساب او دفتر شيكات، احنا الحقيقه دي مساله اختياريه وبنقول فيها ان المزارع اللي هو بيبقى حتى لو المزارع عمل حساب وحط فيه فلوس فاحنا بدل ما كان حساب جاري وما بياخدش عليه فايدة قلنا يبقى حساب جاري وبياخد عليه فايدة. بعد كده دفتر الشيكات ده لما انت بتطلبه بتاخد دفتر شيكات، لو ما بتطلبش دفتر شيكات ما بتاخدش دفتر شيكات. ده مسألة بسيطة ودي قواعد جديدة مطبقة واي خلاف لهذا غير مقبول من اي مدير من مديرين بنك التنمية والائتمان الزراعي. بشكرك على الرد يا فندم. احنا معانا اتصالات كتيرة الحقيقة واغلبها من الشرقية، واضح انه اهالينا في الشرقية عندهم حاجات كتيرة يحكوها. ناخد الحاجة فاطمة. صباح الفل. صباح النور يا فندم. اتفضلي يا فندم. بعد اذن حضرتك عايز اتكلم بس استاذ عطية. تأمريني. ما امرش عليك حضرتك. انا عميلة مع البنك من سنة 91 وكنت متعثرة من سنة 2008 مع انا اللي بتكلم. طيب. وحضرتك انا سددت يوم 27 12 كل اللي عليا وللان ما حصلش تسويه وكل ما اكلمهم يقولوا لسه ما جاش الرد من القاهره. اروح القاهره انا ست تعبانه ومريضه ورجليا وجعاني ما اقدرش امشي. فانا لغايه امبارح مكلمه مدير بنك المحافظه والمدير بتاع بنك الاحرار بيقولوا ان الورق في القاهره ولسه ما حصلتش التسويه وانا خايفه اموت وعليا دين. انا عايزه اخد بس المصحف. ربنا يديك العمر. علشان خاطر بس اما اموت اكون قاعد الشر عليك. طب بس تسمحي لي حضرتك في بنك قريه ايه يا فندم؟ نعم بنك قريه الاحرار. لا بنك قريه بورتين. بنك قريه بورتين. بورتين ده في الشرقيه. في الشرقيه حضرتك. طيب باسم حضرتك ايه يا فندم؟ الحاجه فاطمه رشدي عبد الجواد قطب. خلاص يا فندم ان شاء الله انا النهارده هشوف الموضوع دوت واذا كان كده هي هتلاقي حضرتك برضه عشان نقولها هتلاقي حضرتك الاعفاء بتاعتك كبيره شويه فلما اعفيناكي من مبلغ كبير فلازم دي سلطه المجلس الاداره فمجلس الاداره كان يوم 24 يعني 24 ده اللي هو يوم الاربع اللي فات فهتلاقي حضرتك الموافقه تمت فهتتبلغ في حضرتك خلال الاسبوع ده بس اذا كان كده نبلغها للفرع ان شاء الله عشان حضرتك تبقى مبسوطه. حاجة فاطمة هتسيبي تليفونك لو سمحتي اسمك الثلاثي وتليفونك مع زمايلنا هنا. طيب تليفوني الارضي ولا المحمول؟ الاثنين يا فندم اللي انت عاوزاه. احتياطي الاثنين. طب انا مسدده اصل الدين يا فندم.
طب خلاص مش بقولك اهو، مش بقولك اهو، انت واخده اعفاء كبيره شويه، فعشان كده دي سلطه مجلس اداره. فيعني احنا بنشكرك انك سددتي اساسا. انا بشكرك يا حاجه فاطمه. استاذه رانيا كمان من الشرقيه، صباح الفل. لا وشوف احنا مهتمين بالمراه ازاي. أيوة طبعا جدا. لا والمراه اللي بتتصل وبتسال على الفايده وبتسال على الدين والله ستات مصر الجدعان دول جدعان. استاذه رانيا صباح الفل، اتفضلي حضرتك. صباح الخير حضرتك. صباح النور، اتفضلي. لو سمحتي انا عايزه اسال على حاجه بس بخصوص المعاشات، بس هي ليها بالزراعي، يعني ليها دخل بالزراعي. ليها علاقه بايه؟ بالزراعي. بالزراعي. اتفضلي. حضرتك البطاقه، احنا انا خالي حضرتك تعبان وقاعد معانا في البيت، الف سلام عليه، نعمل له معاش. فكل ما نروح مكان يقول ده مكتوب فيها زراعي، لازم تروحي مصر تعملي الورق عشان يتصرف له المعاش يعني بتاعه ولا ايه؟ فانا عايز اعرف يعني ازاي احنا في بلدنا لازم بيقولوا لها زراعي ليه؟ لا زراعي يعني هو مزارع. ثواني يعني. يا رانيا اسمعي يا رانيا رد استاذ عطيه. لا لا يعني حضرتك هو عاوز يصرف معاش. وهو مكتوب في البطاقه انه مزارع. بس هو حضرتك مش عنده لا ارض ولا عنده اي حاجه، بس مكتوب في البطاقه زراعي. ماشي. زراعي ده يعني هو راجل مهنته انه زراعي. مزارع يعني. فده يعني معلش ده خارج اختصاص البنك. البنك ملوش علاقه بالمعاش. فاعتقد ده بحضرتك لازم تروحي يعني حسب يعني لهيئه التامين والمعاشات في وزاره التامينات. طيب انا بشكرك يا رانيا. تعالوا نطلع بني سويف. استاذ عادل صباح الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا. لو سمحتي والله سعادتي رياض، انا ليا شكوى من سنه 2009. خير. امر. بنك التنميه يا فندم بتاع خالد برايا ضحك عليا واخد مني 5338 جنيه وما طلعنيش لحد النهارده. ضحك عليك واخد منك 5000 وشويه ليه؟ 5000 في منشور نزل سنه 2009 يا فندم. مسؤول 64. اتفضل حضرتك. بعد كده انا بدفع المديونيه يا فندم، الحيازه بتاعته اقل من 3 سنين والمديونيه اقل من 40000. يدفع الثلث، يدفع النص ويدفع النص. رحت انا دفعت في بنك التنميه بتاع خالد براوه، لحد النهارده فلوسي في الدين المعلقه يا سعادتك. والله لا موظف ولا حد. بعت ارض وبعت حالي وسددت الدين اللي عليا. انا الحقيقه مش فاهم حضرتك بتقول ايه، لكن كل اللي انا بطلبه من حضرتك انت عندك المنشور نزل 164 من سنه 2009. اللي عليه مديونيه والحاجه بتاعته غالي من 3 فدادين. ساعده ودفع فلوسه كاش. رحت انا بعت اللي عندي كله ودفعت فلوسي. خدت ليش في حسابه ونزلت مصر سعادتك، قال لي هتدفع 19862. اما مدير البنك قريه براوه قال لي هتدفع 25200. قلت له ده زياده البنك الرئيسي، قال لي هتدفع 19862. قال لي لا زياده هتاخدها بعدين. وعملت سعادتك والله العظيم 170 شكوى. طيب هقول لحضرتك على حاجه، معلش عشان انت اول مره بتقول لي الموضوع ده، وانت عملت 170 شكوى، خليهم 171 بس. بتاع رسائل سعاده الباشا. طب بس بالراحه، انا مسؤول عن الشكوى بتاعت حضرتك. كل اللي مطلوب بس سيب الاسم بتاع حضرتك والبنك القريه، وانا هشوفها بنفسي وهبعت الرد عليها للبرنامج يرد على حضرتك. استاذ عادل لازم بس تتكلم تاني. هحلها لك ان شاء الله. هو الخط قطع معاه، فلازم تتكلم تاني. احنا معناش رقمك، لازم تتكلم تاني، تسيب رقمك عشان وتفاصيلك، عشان استاذ عطيه ان شاء الله يعني هيشوف الموضوع ده وهيبعت لنا احنا الرد نقول لك. بالظبط كده. بعد اذنك. بالظبط كده. طيب انا عايز اسال سؤالي يا فندم قبل ما نتابع الاتصالات. كان في كلام اتقال انه البنك التنميه والائتمان الزراعي هيتبع البنك المركزي، الكلام ده ايه؟ بصي حضرتك، هو لو تفتكر حضرتك انا اول ما ابتديت كلامي قلت ان البنك بيحكمه قانونين. قانون 159 لابلي وبحري، والقانون 117 للرئيسي. تمام. فالبنك بيحكمه قانونين. وده يعني مفيش بنك بيحكمه قانونين. فالحقيقه معالي المحافظ يعني مشكورا، ومعالي وزير الزراعه، احنا كان في مشروع اتقدم لاصدار قانون للبنك، يبقى قانون واحد عشان يبقى بنك واحد، وبالتالي ما يبقاش فيه العوار اللي موجود في ان قانونين بيعملوا. الحقيقه اي بنك من البنوك فهو بيتبع البنك المركزي وبيخضع لرقابه البنك. تمام. المركزي. تمام. بنك التنميه والائتمان الزراعي هو بنك زراعي،
كان وما زال وسيستمر بنك زراعي مسؤول عن التنمية الزراعية، مسؤول عن الخدمة المزارع. الحمد لله اليومين دول الحمد لله المجهود يعني كلل بالنجاح، ان دلوقتي في اللجنة الاقتصادية معالي وزير الزراعة مشكورا، وانا بشكره جدا ان هو اهتم بهذا الموضوع، ومعالي محافظ البنك المركزي، والحمد لله دلوقتي وصلوا الى صيغة لان انهاء هذا الموضوع، وده هينعكس على البنك بالخير، لان على الاقل البنك يقدر ان هو ياخد الدعم او القرض اللي هو هياخده من البنك الدولي 500 مليون دولار، وبنك التنمية السعودي 200 مليون دولار، وده هيساعد في اعادة هيكلة البنك، ويقدر انه يقوي البنك اكتر واكتر. ده بقى يفيد المواطن في ايه يا فندم؟ يعني ده هيفيد ايه؟ بصي حضرتك، كل ما كان البنك قوي، احنا الحمد لله برضو بعون ربنا ومساعدة زمايلي، نقط الضعف اللي كانت موجودة الحمد لله احنا حولناها من نقط ضعف لنقط قوة. يعني زي ما بقول عملية المتعسرين دول 4 مليار، انا لما حصل الفلوس دي وعيد ضخها، فبالتالي انا بستخدمها وبدي قروض جديدة او بستثمرها اكتر، بحقق ايرادات. كل ما كان المركز المالي للبنك قوي، كل ما قدر يخدم المزارع ويخدم الزراعة والتنمية الزراعية أكتر. النهاردة لما أنا عندي 22 ألف موظف بياخدوا 2 مليار جنيه في السنة، النهاردة الموظفين دول لما أنا بعمل لهم تدريب تحويلي وعمل لهم تطوير في العنصر البشري وياخدوا التدريب اللي هم كانوا مفتقدينه قبل كده، فأنا بحول نقطة ضعف موجودة نقطة قوة تساعد البنك. النهاردة المزارع لما يخش يتعامل مع موظف البنك، زمان كان بيقول له تعالى دور لك، ودي اغلب مشاكل المتعسرين جايه من كده، انه كان عمال يدور القرض ما بيدفعش، فبتتراكم عليه المديونيات. النهارده الموظف فلا هو مستفيد ولا البنك هو مستفيد ولا البنك. لكن النهارده لما احنا بنغير بنهيكل، النهارده البنك البنيه بتاعه التكنولوجيا المعلومات اللي فيها ما فيش. النهاردة لما احنا الحمد لله تعاقدنا مع شخصية كبيرة ومحترمة وبتشتغل معنا بدون مقابل الحقيقة، وهو أستاذنا الدكتور أحمد درويش قبل ما يتقلد المنصب بتاعه، وعمل لنا خطة رئيسا لمجموعة التنمية الاقتصادية، وأنا بوجه له شكر من خلال برنامج حضرتك، لأنه اشتغل معنا ولم يتقاضى أي مبلغ لمدة سنة. النهاردة لما احنا بنغير تكنولوجيا المعلومات وبنجيب برامج تشغيل وبنجيب أجهزة جديدة وبنطور الفروع بتاعتنا الألف ومتين، انت عند حضرتك نقطة قوة ونقطة ضعف، انت عندك 1210 فرع في البنك. النهاردة الفروع دي لما بتطوريها والموظف اللي فيها بياخد تدريب كويس وبتوفري له أجهزة التكنولوجيا كويسة، النهاردة البنك ده بيقوى، بيقدر يتعامل مع الشريحة دي بأسلوب أحسن وبأسلوب أكبر، يقدر عملية المتابعة عملية التسويق. انت عند حضرتك النهاردة البنك ده ونسهل بقى الإجراءات أكتر على المواطنين. طبعا انت عندك أصول البنك بيمتلكها، وهي دي قوة البنك فيها، عندك أصول بأكتر من 6 مليار جنيه. 6 مليار جنيه دول قوة بتقوي المركز المالي البنك. فأنا أولا بقول هذا البنك بنك قوي، بنك عنده مركز مالي قوي. إعادة الهيكلة اللي بتتم دي برضو ده زي ما حصل في البنوك التانية، فالحمد لله هنا البنك ده إن شاء الله خلال وقت قصير قوي هيبقى من أكبر وأحسن البنوك في مصر. نتمنى إن شاء الله. خلينا ناخد اتصال من البحيرة. أستاذ وحيد صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. اتفضل. لو سمحت عايز أكلم الأستاذ. أمرني يا فندم. الأمر لله وحده. أنا كنت جايب كارت من 2013 كارت زراعي من بنك التنمية والتمويل الزراعي في نجيب محفوظ. أي. معايا يا فندم؟ مع حضرتك. أيوه. وبعدين الكارت دوت من 2013 كنت جايبه زراعي وزرعت فيه زرع البطاطس. فكان زرع البطاطس يعني إلى أسعار راحت في داهية وخسرنا. فدلوقتي أنا حوشت من 15,000 اللي أنا كنت بحوشهم جايبهم الكارت. حوشت 15، يعني الحمد لله ربنا وفقني في اصل المال، وعايز افيد البنك من 2013 لغايه دلوقتي الفوائد مش معايا يعني. وعايز سعادتك يعني تقللي نسبه الفائده، ما فيش فوائد. حاضر. انا بقول لحضرتك روح ادفع ال 15,000 والفائده هيعفوك من 90%،
وانا مسؤول عن الكلام بتاعي دوت وينفذ فورا مع حضرتك. اشكرك اشكرك جزيل الشكر. استاذ محمد من الفيوم, صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. اتفضل. استطعتي لو سمحتي اتفضل, انا تحت امرك. فندم انا تبع بنك كوموشيم, بنك التنميه ومنشيه طنطاوي او منشيه بن عدنان. ماشي امر. احنا عند الله خلف الامر لا عندنا عندنا مشكله عامه يعني, بس طبعا اللي تقدم ليها انا وواحد تاني اكتر من 1300 فدان فيهم الميه متر ونص. وطبعا رحت وكتبت كتير وقابلت الاستاذ ابراهيم الحديدي وقبل سعادتك, وطبعا كل اللي انا طالبه بقول ان انا يعني تاجيل الدين فقط بدون فوائد لحد ما المشكله تنتهي. عندنا الميه متر, الارض الميه متر في الصرف الزراعي, والوزاره الزراعه هي المسؤوله عن حمايه وزاره الري. ما فيش, جابوا مكن والمكن معطل, واخيرا الاسبوع ده عايزين يشيلوا المكنه اللي هي المحطه اللي بترفع ميه الصرف الزراعي. طيب انا 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 حساس مع حضرتك في حاجه واحده. طيب. ان لو انتوا يعني لو دي مشكله لمجموعة كبيرة من المزارعين, فأرجو أن حضرتك بس اعمل لي طلب بهذا الموضوع والمتضررين قد إيه, وأنا هاخد قرار أن احنا نعملكم معاملة معينة لحد ما المشكلة دي تتحل, ونقدر ننسق مع وزارة الزراعة ومع وزارة الري عشان نحل المشكلة, وحنقف جنبكم. بس أرجو أن انت يا تبعت لي هذا هذا الموضوع بالحصر الموجود, او ابعته للبرنامج وهم يبعته لي, وفي الحالتين هتسيب اسمك لو سمحت, هحلها لكم ان شاء الله. انا بشكرك يا فندم. بس قبل ما ناخد باقي الاتصالات, سؤال سريع جدا بمناسبه الحديث عن المشاكل. مشكله الاسمده كانت عامله اعتقد ازمه السنه اللي فاتت. الحصه يا فندم اللي البنك بيتولى توزيعها قد ايه, وواقفين فين النهارده؟ هقول لحضرتك على حاجه. اولا الحمد لله الحمد لله بسياسه وزاره الزراعه ما فيش مشكله في الاسمده. كان السنه اللي فاتت يا فندم السنه اللي فاتت وانتهت الحمد لله, وكانت ظروفها خارج اراده وزاره الزراعه الحقيقه, لان كانت مشكلتها مشكله الغاز, فالشركات ما كانتش بتقدر تشتغل بالطاقه القصوى, فبالتالي ما كانتش بتحصل. والحمد لله انتهت القصه وربنا كرم. اللي انا عاوز اقوله برضه هو البنك دلوقتي ما بيوزعش اسمده, ولكن البنك بيقوم بدور التمويل. احنا بندفع قيمه الاسمده للشركات اللي بتورد الاسمده لثلاث جمعيات, الجمعيه الائتمان والاصلاح والاستصلاح, وهم اللي بيتولوا عملية التوزيع. والحمد لله أنا أعتقد أن مفيش مشاكل, وأعتقد أكتر من هذا أن وزارة الزراعة بتولي اهتمام, واللجنة التنسيقية بتاعة الأسمدة الحقيقة بتهتم بهذا الموضوع, وأعتقد أن احنا مش يعني سامعين مشاكل, مش هنسمع وإن شاء الله في الموسم الصيفي دوت, وقبل كده كان الموسم الشتوي الحمد لله ما حصلتش مشاكل, والناس الحقيقة القائمين على هذا الموضوع طيب. على أعلى مستوى الحمد طيب. لله. طيب خلينا ناخد من القاهرة أستاذ رشدي. صباح الخير يا فندم. أستاذ رشدي معنا تليفون ولا؟ طيب من كفر الشيخ أستاذ أحمد. صباح الخير. صباح النور يا فندم. تفضل يا فندم. يا فندم والله حضرتك بخصوص الجدولة مجدولين من 2010 وحضرتك دلوقتي الجدولة دي فيها بتدي فوائد كتير قوي. الفوائد دلوقتي أكتر من الأصل 30 مرة. أكتر من الأصل 30 مرة؟ يا فندم. واحنا بنتعامل مع البنك ده من سنه 80 من 85, والبنك لا بيخلص ولا فلوسه بتخلص ولا هتخلص. فاحنا يا فندم دلوقتي عايزين حل. احنا لو هندفع مثلا, لو هندفع المبلغ اللي علينا هيشيلوا لنا قد ايه وهيعملوا معانا ايه؟ لان البنك ده احنا حاولنا نسده اكتر من 50 مره مش بيتسد ومش هيتسد. طب انا بشكرك. هتشجعوا الناس ازاي يا فندم؟ هو الحقيقه طبعا انا مش فاهم هو يعني الـ 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 الاخ بيقول ايه. لكن هو الاول اتكلم عن الجدوله, وبعد كده اتكلم عن المديونيه وبعد كده اتكلم عن السداد. تمام. وبص احنا انا زي ما قلت اذا كانت هناك جدوله, مفيش جدوله بيبقى الفايده بتاعتها اكتر الحقيقه. يعني انا بختلف مع حضرتك في الحته دي. الجدوله بيبقى فيه عدد سنوات بيتم عليها الجدولة بعدد أقساط معينة بسعر فايدة محدد بيتم الاتفاق عليه. تمام. إذا أنت التزمت فالدنيا ماشية كويس, إذا أنت ما التزمتش فبيتحسب الفوائد طبعا, وبتتعلق على الإيه؟ على الـ على الـ هل الفوائد يا فندم فعلا بتعادل 30 مرة ضعف؟ ما هو يا فندم بقول لحضرتك حاجة, هو بيحسبها إزاي؟
ان الفايده قاعد ما دفعهاش سنين. فاللي حصل بالظبط هو راح مجمع في الاخر الرصيد واسمه، فبالتالي قال لك ده الفايده 20% الفايده كذا. لا، هي الفايده بتتحسب لو هي بتتسدد مع القسط اللي هو مفروض يتسدد، هيبقى بالسعر العادي اللي هو متفق عليه. فارجو يا جماعه برضو احنا عاوزين نبقى ايه، البنك ده بتاعكم، فارجو ان انتوا برضو إيه كل ما انت هتسدد عاوز تعمل جدوله تانية تعيد جدوله نعيد جدوله، عاوز ان انت نشوف تيسير بالنسبه للفوائد نشوف تيسير. لكن كل اللي انا برجوه ايه، ارجو ان انتوا تروحوا البنك. اذا انا بقول على حاجه، اللي بيروح بنك القريه بتاعه ما بيلاقيش مساعده، كل اللي مطلوب منه انه يجيلي وانا فاتح بابي وبقابل الناس كلها. طيب خلينا ناخد بس اخر اتصال معلش عشان نلحق نسال كمان سؤال اخير لضيفنا الكريم. استاذ عادل صباح الخير. ايوه احمد عادل بتاع الاسواق يابلا في كعبان في خريط براوه. يا اهلا وسهلا، بالراحه يا استاذ عادل بالراحه. انا ما انا مصدقك الخط مسك معايا وجبت بيراوي سبب النهارده 7 سنين يا ابلا والله العظيم ما باجي اكل. انا مش سامعه ولا كلمه انا بقول لساعات بقول 7 سنين باجي على موضوع المديونيه ده مش واخدينها مني. 7 سنين بتجري على موضوع المديونية لدرجة سبع سنين حاليا فلوسي في الدنيا المعلقة مش عاوزين اديها لي بتاع بنك بني سويف ولا بنك براوة. طب المشكلة فين بالظبط؟ ما هي بتاع المنشور 164 لسنة 2009 اللي خدوا مني دفعة المديونية. وانت حضرتك اللي كنت بتتكلم ده واحد تاني ده واحد تاني هو لا هو بتاع بني سويف يا ابله بتاع بني سويف الاولاني. لا يا جماعة ده اهو يا استاذ عادل ده من بني سويف. ايوه بتاع مهلك المدينه يا ابله. ماشي تمام يبقى هو ده. ما احنا قلنا لحضرتك ما احنا قلنا لحضرتك حضرتك هتتكلم عشان ناخد البيانات بتاعه حضرتك علشان نحل لك الموضوع. يا استاذ عادل مش احنا عملناش حاجه يا ابله. نعم يا ابله يا استاذ عادل مش احنا اتفقنا ما تقفلش التليفون انت رحت قافل. زمايلي بيقولوا لي ما لحقوش ياخدوا منك رقم. الرصيد خلص والله. طب معلش ثواني خد بس ثواني خليك قبل ما الرصيد يخلص ارجع لهم دلوقتي هم هيسحبوا الخط هياخدوا رقمك واسمك بالكامل. ماشي, ماشي وانا هحل لك المشكله بتاعتك. حاضر يا اخ عادل ما تقلقش بجد ان شاء الله ما تقلقش خلاص بس ما تقفلش تاني شباب بعد اذنكم قبل ما رصيده بس يخلص تاني الله يخليكم. طيب سؤالي الاخير لحضرتك يا فندم ايه الخطط اللي ناويين تشتغلوا عليها الفتره الجايه دي علشان تضمنوا للمواطن او للمزارع والفلاح يعني ربما اعاده جدوله للمديونيات ربما دعم مشروعات اكتر. هقول حاجتين سريعين جدا يغطوا كل حاجه. اتفضل. بالنسبه للمديونيات والمتعثرين انا بطلب طلب واحد بس بقول لهم تعالوا. حتى انا اتكلمت مع الساده النواب مجلس النواب اللي هم عن الدوائر بتاعتهم انا طلبت منهم طلب قلت لهم أرجوكم تواصلوا مع المزارعين بتوعكم في الدوائر بتاعتكم جمعوا الطلبات منهم بس بشرط يكونش أقل من 50 طلب علشان لما حل جامد ما يكونش أقل من 50 طلب يعني أنا ده دعابة يعني أوكي. يعني تجيبولي 50 طلب من كل دايرة وتقولي وحتسلموني ال50 طلب وانا هرجع لكم ال50 طلب محلولين. تمام. لو احنا جبناهم من جميع النواب يبقى هنحل مشاكل الايه المزارعين. انا برجو من المزارعين ما يقلقوش انا لا هحبس حد ولا انا هاخد اجراءات قانونيه ضد حد ولا انا هعمل مشاكل مع حد بس ارجو ان يقابل هذا الكلام بان انتوا تتعاونوا معايا بالتزام يعني انا عاوزكم تلتزموا معايا بايه بان انتوا تيجوا ولو اللي هيعطل لكم حاجه او هيعمل لكم مشكله انا مسؤول ان انا مسؤول شخصيا ان انا ايه احلها. طب سؤال اخير معلش تاني برضو حاجه مهمه قوي مشروعات تنميه الثروه الحيوانيه ده لسه ده اللي الثروه الحيوانيه كل ده يعني لو حضرتك هقول حاجتين متعسرين وانت بالنسبه للمشروعات ثروة حيوانية بتلو تربية جاموس حلاب كل ما يخص الثروة الحيوانية كل ما يخص الثروة الداجنة كل ما يخص الثروة السمكية كل ما يخص الميكنة الزراعية كل ما يخص التصنيع الزراعي رائع. كل هذه مشروعات لها برامج أرجوكم يا جماعة النهاردة معالي محافظ البنك المركزي لما طلع التعليمات بان اسعار فايده انتوا لما بتيجوا تتكلموا معانا احنا بن 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 بنعمل لكم المشروع اللي هو يفيدكم اساسا في اسعار 5% و7% ارجوكم انتوا وفي برامج احنا اعلنا عنها ومنشوره في جميع الفروع انا بقول لكم تقدموا خدوا احنا بنشجع البتلو علشان الثروة الحيوانية بنشجع قوي عمليات الميكنة الزراعية بنشجع عملية التصنيع الزراعي عشان التصدير ارجوكم كافراد او كشركات زراعية
وانا كنت عملت مبادره وقلت الشركات الزراعيه حتى الكبيره اللي هي بتزرع او عندها وبتصدر انا هسلفها بالسعر المدعم، بس حصيله الصادرات بتاعتها تتنازل بيها للبنك علشان نزود الاحتياطي النقدي، ولما يحتاجوا من خلال البنك هنطلبها لكم من البنك. انا عايز اشكر حضرتك جزيل الشكر، الطاقه الايجابيه اللي بتديها لنا دي حقيقي مهمه جدا، والمواطن والمزارع بصفه خاصه كمان محتاج لها قوي الفتره الجايه دي. واحنا كمان انا عارفه انه في اتصالات كتيره جدا معانا دلوقتي، بس احنا عشان وقتنا انتهى بالفعل بقاله كذا دقيقه، فانا هستاذنكم في خلال النص ساعه الجايه دي اتصلوا بينا، اللي عنده مشكله زي مشابهه للمشاكل اللي الساده المواطنين اتصلوا قالوا عليها هناخد اسماء حضراتكم وارقامكم، واحنا هنوصلها للاستاذ عطيه ان شاء الله مع الاسماء الثانيه اللي احنا اتفقنا بالفعل عليها. استاذ عطيه سالم رئيس مجلس اداره بنك التنميه والائتمان الزراعي، جزيل الشكر يا فندم، ونتمنى ان شاء الله ليكم التوفيق، واي حاجه من شانها ان هي تيسر على المواطنين يعني بنعملها والله، بنتمنى ان هي تبقى على طول موجوده. وانت عارفه انا بالذات مع اخواتي المزارعين يعني بيسر كل حاجه الحمد لله. بالتوفيق ان شاء الله يا فندم، واحنا سعداء كمان الحقيقه انه في صباح دريم بنحاول على قد ما نقدر نشوف كده المشاكل ايه واللي بتهمنا والملفات اللي بتهمنا ونطرحها دايما معانا زي